فيديو جديد، مغامرة جديدة من سريلانكا. اوعى تفوت الفيديو ده. ليه؟ لانه المدينة الاجمل في سريلانكا كلها اسمها إيلا. الفايبس حلوة، الطبيعة بالنهار جامدة قوي قوي قوي، وبالليل الفايبس اجمل بكتير، القعدات رايقة. فالنهاردة هنتكلم ونشوف نعمل ايه فيها، يوم ولا يومين. لو عايزين تقعدوا فيها اكتر ينفع كمان تقعد فيها اكتر، واسترخاء والطبيعة مفيش كلام بعد الكلام. لقيت بقى المكان ده بيعمل فطار اومليت بدولار واحد بس، ارخص مكان تقريبا هنا في إيلا. الاجواء عالمية بصراحة. نخش نفطر بسرعة وبعد كده نتحرك على طول. جالنا الفطار عبارة عن اومليت، شيلي اومليت جامد جدا، ومعاه توست زبدة غاية في الجمال والروعة. يلا بينا نضرب بسرعة، ده بدولار واحد يا جماعة. هذا اقول لكم، انا طلبت شيلي اومليت. اي حد يطلب شيلي لازم يبقى حذر، حراق جدا. والله انا بدات اطلعه من البيض والاومليت ارميه بره، بس اوفر اول اكسبيرينس جامده. نضيف، طعمه حلو قوي، مش باين زيت فيه زي اماكن كتير في الهند وسريلانكا. يلا بينا نتحرك. هناخد توك توك دلوقتي ونتحرك على طول على ليتل ادمز. دي اول نقطه لينا النهارده، والفيو من فوق يا جماعه بيقولوا حكايه. التيشيرت بتاعي بقى شويه اقول لكم قصته ايه، بس سيكت. يلا بينا. يلا هنبدا الهايك من هنا. دي بقى لو حد عايز يعمل زيب لاين، في زيب لاين. الاجواء رايقه بصراحه جدا هنا. طول ما احنا طالعين بقى، بصوا الفيو عامل ازاي. ده الطريق اللي تحت خالص، ده وسط الجبال. ايه يا جدعان الطبيعه دي؟ ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه والتالق ده؟ وصلنا مدينه إيلا، الغايه في الجمال. الطبيعه هنا يا جماعه حاجه تانية ما حصلتش حرفيا. خلصنا نوارا إيليا وتحركنا تاني على المدينه. هنا طول الطريق المزارع بتاعت الشاي يمين وشمال، من غير مزارع، الطبيعه نفسها، الشجر، الجو، كل حاجه كانت حلوه بصراحه. وهنشوف ايه اهم الحاجات اللي هنعملها في المدينه. تمام؟ طبيعه زي ما انتم شايفين، كل دي حقول شاي برضو لسه مكمله معانا. الدنيا من الناحيه دي عامله ازاي؟ البيكس هنا، احنا طالعين بقى واحده اسمها ليتل ادمز بيكس. الفيو من فوق جامد، ممكن تعمله في السان رايز، ممكن تعمله في السانسيت، بس سان رايز يفضل، وممكن تعمله في اي وقت في النهار، بس الجو ساعات بيبقى شمس شويه وحر شويه، لكن النهارده الجو معقول بصراحه، وامبارح كانت مطره جامده قوي قوي بالليل. يلا بينا نكمل الهايك بتاعنا. الميزه هنا بقى ان انت ما بتتوهش، يفط في كل مكان. يعني في طريقين هنا وهنا، بس اليافطه بتقول لك تقدر تخش من هنا. طبعا لسه مكملين وطالعين، وده زي كافيه كده ببول، انفينيتي بول. بص الفيو بتاعه عامل ازاي، صادم بصراحه، صادم. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ طبعا الجزء ده من سريلانكا، احنا في نص سريلانكا تقريبا. الجزء ده من سريلانكا بيمتاز بالطبيعه الجامده قوي زي ما انتم شايفين، كل الطبيعه حلوه. احنا مرتفعين عن سطح الارض كتير، فهتلاقوا الجو باستمرار مش حر قوي، ومفيش رطوبه اللي هي تضايقك. يعني الجو هو، احنا نعتبر في الصيف، المدن الجنوبيه على الساحل حر جدا ورطوبه عاليه. احنا هنا الجو زي ما انتم شايفين، يوم مطره يوم مش مطره، درجة الحرارة معقولة جدا. الطريق رايق وجميل، ممهد لغاية دلوقتي، سهل يعني ما طلعناش حاجة. يلا بينا ليتل ادمز. جينا بقى للجزء الصعب، لان السلالم كتير وهنطلع بقى شويه حلوين. اكتيفيتيز كتير تتعمل هنا، اقول لكم عليها برضو، من الحاجات الجامده قوي اللي لازم تتعمل هنا. وعندهم كمان بيتش باجي لو عايز، عندهم اكتيفيتي كتير. خش اقول لكم الاسعار عامله ازاي. واو، سريع جدا على فكره الزيب لاين هنا. الزيب لاين بيبدا من فوق. واو، كمل لغايه تحت. اسعارهم معقوله، يعني الزيب لاين المفروض ان هو ب 20 دولار، بس لما بتدفع بالعمله بتاعتهم بتبقى تقريبا 15 16 دولار عشان فرق العمله وفرق الاسعار بره. عندهم بقى حاجات بقى بسيطه بقى، زي تسلق مش عارف الحيطه، اركب عجله في الجبل، كلام من ده ملناش دعوه بيه. احنا مكملين بقى طلوع لفوق ليتلز ادمز. انا لسه فاطر بصراحه، ضارب واحد اومليت مش قادر اتنفس، فلو عملت زيب لاين ممكن يحصل مشاكل. يلا خلينا نكمل، واحنا راجعين بقى لو حسيت نفسي احسن
قشطه، لكن غير كده ما وعدكوش. الطريق اتغير شويه تاني بعد سلالم والدنيا كانت رايقه، بس سلالم اصعب بكتير بصراحه من اللي احنا ماشيين عليه ده. ده طالع بالراحه كده شويه، فالدنيا بصراحه دلوقتي احسن. وصلنا على التوب تمام. في بقى كذا طلعه، واحده من هنا وواحده اللي هي دي الناس نازله منها وواحده هناك، هنطلعهم كلهم ونشوف الفيو عامل ازاي. واوريكم من هنا. نبدا بدي. بصوا يا جماعه الفيو من هنا عامل ازاي. دي اول واحده. واو وصلنا يا جماعه. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، مش ممكن. بصوا يا جماعه هناك كمان في ووتر فول. فين؟ يا سبحان الله. وصلنا بقى، دي قمه القمه تقريبا. الناس كلها بتتصور، الاجواء عالميه، الفيو رائع. مفيش كلام، مفيش كلام بعد الكلام. لا بصراحة الفيو جامد قوي 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 بصراحة. قعدنا شوية حلوين، طيرنا الدرون، خدنا كام لقطة حلوة. واستجمام بقى يعني، تقعد كده للطبيعة، تنسى الدنيا وتنسى اللي فيها وتنسى المشاكل وتنسى الشغل وتنسى حياتك أصلا كلها. يلا رحلة النزول، ورايحين بقى مكان اجمد ومن اشهر الاماكن في سريلانكا كلها، ومش هقول لكم عليه الا لما تشوفوه دلوقتي. وانت نازل من الهايك، الطريق احنا جينا من هنا اوكي، فالطريق للبريدج اللي احنا رايحينه. خلاص انا قلت لكم احنا رايحين فين، مش حرام، من الناحيه دي. فتنزل عند البوابه دي، وبعدها تروح داخل من هنا على البريدج. تقريبا تلت ساعه ماشي، مش بعيد قوي. قابلنا بقى مجموعه من اللوكلز بيقطفوا شاي تي. ها في بيقطفوا الشاي، ناس جميلة جدا جدا طول ما احنا ماشيين. وزي ما انتم شايفين اليوفط في كل حتة، الناين ارك البريدج اللي احنا رايحينه دلوقتي في الاتجاه ده. فالموضوع سهل جدا جدا وبسيط، وياخد له مثلا ساعتين بالكتير القصة دي كلها. فضلنا ماشيين شوية حلوين لغاية لما وصلنا اليافطة دي. هتلاقي بقى التكاتك كتير بتقول لك دخلك جوه وبتاع، واخد منك مش عارف ايه، اصلا خمس دقايق ولا ثلاث دقايق ماشي، تمشي حتة صغيرة تبقى هناك. فنفض له خالص. مشهورين طبعا بقى بالكوكونات بتاعهم، جواه ميه غايه في الجمال والروعه. يلا نريح شويه، نقعد هنا نشرب الكوكونات بتاعنا. هيجيبوه بقى ايه، حاطينه في الثلاجه. هواي جود. اسمك ايه؟ واتس يور نيم؟ فارس. فارس نايس تو ميت يو. راكو ازاي بتقطعها مع السطور؟ يا عيني سكينه صغيره. لو معاها سطور بقى ايه، بيخلصوا بتاعتي تك تك تك، يخلصوا الدنيا. لكن هتبقى ساعه، هتبقى جامده اعتقد ان شاء الله. بقى تحت. واو جامد. يلا ادينا واحده شاليموه. اوبا ثانك يو. متلجه متلجه حرفيا يا جدعان. بصوا كمان ظابطه القعده بتاعتها، عشان لما تحطها كده تتحط عادي. ناس جامده والله العظيم. خطيرة، بحس كده بعد شوية الحر دول ايه، جسمك اشعر. الله العظيم. قلنا نضرب واحدة جوز هند لانها غاية في الجمال والروعة، ومختلفة تماما هنا عن اي مكان تاني انا رحته في اسيا بصراحة. مسكرة وطعمها حلو كمان، ايه حطيناها في التلاجة والجو حر شوية. لا حكاية حكاية حكاية. فهنضرب الكوكونات او جوز الهند ونتحرك على طول على البريدج. يلا بينا. مشينا في الطريق ده تقريبا 10 دقايق عشان نوصل للكوبري. طريق جامد بصراحه، على شجار وبتاع. بص الطبيعه عامله ازاي. شايفين هنا عامل ازاي؟ حكايه بصراحه. وصلنا الكوبري يا جماعه، غايه في الجمال والروعه، بس مرعب، وخصوصا السور بتاعه. ما انصحش اي حد يقعد على السور يا جدعان، عشان السور مايل لبره، فاي حد هينزل تحت خلاص كده بالسلامه، مفيش اي حاجه. بس الفيو والطبيعه غايه في الجمال والروعه. بعد ما تخلصوا بقى على الكوبري من فوق وتتصوروا وتعملوا كل حاجه، لا انزلوا بقى تحت شويه من هنا، والكوبري شكله حكايه. شويه صور بقى من هنا مختلفه تماما.
الفيو جامد جدا جدا، ممكن تنزلوا تاني. كل دي حقول شاي يا جماعه، شايف كل حته هنا في المدينه دي، حاجه غريبه جدا. خلصت جولتنا هنا في ايلا يا جماعه، مدينه غايه في الجمال والروعه. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تدعمونا كالعاده بلايك واشتراك في القناه، ما تنسوش تقولوا لنا رايكم ايه في الفيديو ده في الكومنت، وخليكم معانا. طيب عندهم اكتيفيتي كتير زي ما وريتكم، اسعارها اجي اغسل التيشيرت الشامبو يطلع اسود يا شامبو سنسلك ايه وبتاع بقى نشوف كله. تحس ان انت ماشي في المجهود شويه. نشوف بقى الفيو عامل ازاي بقى، ورينا بقى يا عم الكوبري بقى، الكوبري مش عايز يجي ليه.